السلام عليكم كاع لي زيفينمون كنحضر لهم بنفس الجاكيطه وبنفس التوني راه جوي ديال وديما غنبقى نحضر بهاد التوني وبهاد الجاكيطه مول التوني. اليوم هاد ليفينمون تفكرت واحد السيد اللي كان عزيز عليا ولكن فاش دار واحد الفالطه ما بقاش عزيز عليا. غتسولوني غتقولي علاش؟ عادل الميلودي. عادل الميلودي هاد السيد كيقول كلشي ديال الله، ولكن انت كتقول كلشي ديال الله. هادوك الاولاد اللي ولدتي ولحتيهم ماشي ديال الله، راه الله اللي خلقهم سبحانه وتعالى. ثاني حاجه الميلودي كتقول انا ولد الشعب، ولد الشعب ما كيلوحش ولادو اخويا عادي، ولد الشعب ما كيلوحش ولادو اخويا عادي. عادل الميلودي خيبتي ظن الجماهير الناس اللي كيحبوك في المغرب وخارج المغرب كيموتوا عليك، ولكن فاش درتي هذا عاد شنو يتلوح ولادك؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فينا هو الدين؟ فينا والله؟ واخويا عادل الميلودي من هذا المنبر كنقول لك الله يعطيك شي عقل، حيد داك الشراب. ما كاين اللي خرج عليك اخويا عادل الميلودي قد داك الشراب والكول وكثره الكول وداك داكشي اللي كتعصي به الله. شوف فين وصلتي اخويا عادل الميلودي، ويجي كتلوح ولادك جوج دراري غير شرعيين، غد لي غنسمعوا شي دريه جديده غير شرعيه. المهم من هذا المنبر عادل الميلودي كنقول لك من هذا المنبر كنتي عزيز عليا وعيرتك في الاول، وعاود تلاقيت معاك وتصالحت معاك في ليفينمون ديال فاطمه الركراكي. دارت ليام فاش اكتشفت الحقيقه بانك لحتي داك جوج الاولاد. عرفتي اش درت لك عادل الميلودي؟ عرفتي اش درت لك؟ درتي لي اجي وانا ندير لك حيت ما طلعتيش راجل وشكرا. وبغيناك هذا الشيء الا قلته لك ماشي حيت ما كنحملكش، هذا الشيء حيت قلته لك باش ترجل وترجع دوك الاولاد اللي لحتيهم عادل الميلودي باش الناس يبقاو يبغيوك، لان المغاربه باغين شي انسان اللي فيه ديل. من هذا المنبر كان كاع دوك الناس اللي عاروك يعني اكشوان الصديق ديالي الا كان عارك وشفتي داك المعيور فاش كنت جالس انا وياه في البيت في دارو، راه ما عارك الا هو باغي لك الخير، والناس ما عاروك الا هما باغي لك الخير. وشكرا.